أنا استمريت في المقاولات إلى عام، يعني جلست فيها حوالي 7 سنوات أظن، لين 94 أو 93، 94 ميلاد. في أثناء فترة المقاولات اقترح علي أحد الزملاء كان في الحميدي أن نفتح محل مجوهرات. شوف النقلة من المجوهرات إلى، من المقاولات إلى المجوهرات. كنت في المجوهر في المقاولات أطلع الساعة 6 من بيتي، أجلس في المواقع إلى الساعة 10، أرجع للساعة 1 لمكتبي، أطلع من 1 إلى 4 للبيت، من 4 إلى 8 في المكتب، من 8 إلى 10 في معرض المجوهرات. في فترة المجوهرات أذكر أنه محلي ما كان معروف في شارع المتنبي ولا هنا الشهرة أمام أسماء لها تاريخها في عالم المجوهرات. طلع لي فكرة أني أعمل هدية سيارة، حطيت لوحة اشتري ب3000 ريال واربح سيارة. فإحنا كانت مبيعاتنا في ذاك الوقت في الشهر من النادر أنها توصل إلا إذا في مناسبات 100,000 ريال، وكان ذا مؤلمني، يعني ليش الناس تبيع مجوهرات؟ أصبحت مبيعاتنا اليومية أكثر من 100,000 ريال. في المردود اللي جاء من خلال إهداء هالسيارات وأنصات ذهب اشتهر المحل شهرة كبيرة.